السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء سنة أولى إعدادي أسعد الله أوقاتكم بكل الخير في حلقة النهاردة بنكمل حل قطع النحو اللي موجودة في كتاب الأضواء 2023 في الحلقة اللي فاتت حلينا خمس قطع في حلقة النهاردة بنحل من أول قطعة رقم ست السؤال السادس مدرستنا الجميلة مدرستنا دي مبتدأ مدرستنا مالها مدرستنا؟ مدرستنا الجميلة دي نعت نعت مرفوع مالها؟ من أعرق جر مجرور من أعرق المدارس مضاف إليه مجرور من أعرق المدارس علما وقيادتها من أحكم القيادات قيادتها مبتدأ من أحكم برضو خبر شبه جملة من أحكم القيادات مضاف إليه يبقى كلمة القيادات سنختار تعرب مضاف إليه مجرور وعلى يمت الكسرة فهي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ هي إيه دار يبقى خبر خبر مفرد دار يشع منها نور ايه اللي بيشع النور يبقى دي الفاعل يبقى كلمه نور فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه نور العلم مضاف اليه ومدرسوها مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو جمع مذكر سالم وحذفنا النون للاضافه الهاء مضاف اليه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه مالهم مدرسوها يبذلون خبر جمله فعليه فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون الواو في محل رفع فاعل ماذا يبذلون الجهد تبقى مفعول به يعني كلمة الجهد نعرفها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح وهم سعداء مبتدا وخبر تجدهم نجوما مضيئة من أجل الآخرين هذه حقيقة لا تغيب عن كل ذي فطنة ذي من الأسماء الخمسة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء وفطنة مضاف إليه برضو ولا ينكرها إلا حاقد احنا كده خلاص أعربنا نستخرج بقى من الفقرة واحد خبر وبين نوعه، أشوف الأول فين المبتدأ مدرستنا مبتدأ مالها مدرستنا من أعرق يبقى دي خبر نوعه إيه؟ أقول له من أعرق شبه جملة جر ومجرور، قيادتها من أحكم شبه جملة جر ومجرور، هي دار ده خبر مفرد، مدرسوها يبذلون خبر جملة فعلية، هم سعداء ده خبر مفرد، أي حاجة من دي هتبقى صح. إتنين ضمير منفصل وآخر متصل الضمير المنفصل عندي هي او هم يبقى دي ضمير منفصل والمتصل اجيب اي ضمير متصل بكلمه أو مدرستنا النا قيادتها الهاء اي ضمير يبذلون واو الجماعه يبقى المنفصل هم او هي والمتصل الهاء في كلمه تجدهم او النا في كلمه مدرستنا او الهاء في كلمه قيادتها ثلاثه فعل صحيح واخر معتل نشوف الافعال اللي موجوده في القطعه عندي هنا يشع الماضي الماضي من يشع شع ده صحيح صحيح مضاعف وعندي يبذلون الماضي بذلا ده صحيح صحيح سالب وعندي تجدهم الماضي وجدا ده معتل معتل مثال وعندي تغيب الماضي غاب ده معتل ومعتل اجوف ينكرها من نكرة ده صحيح, صحيح سالم يبقى اختار اي فعل صحيح واي فعل معتل فعل صحيح زي يشع شعاء صحيح مضاعف والمعتل تجدهم وجد ده معتل مثال أربعة كلمة بها همزة قطع وأخرى بها ألف وصل ألف وصل أي كلمة فيها ألف ولام وهمزة قطع زي كلمة أعرق أي كلمة أولها همزة أو من أجل كلمة أجل يبقى له أعرق وألف وصل أي كلمة فيها ألف ولام زي المدارس جيم اختر الصواب. واحد وقف التلميذ احتراما وقف هو ماضي اصلا ومجرد اوله عله يبقى اسمه معتل مثال لو اوله عله مثال وسطه عله اجوف اخره عله ناقص. اثنين المعلم مخلص في عمله فين الخبر؟ المعلم مبتدا ماله المعلم مخلص؟ كلمه واحده واسم يبقى على طول خبر نوعه مفرد. دال احمد قرأ القصه احمد دي مبتدا وفين الخبر؟ اهو قرا جمله فعليه قرا الفعل والفاعل الفاعل ما بيجيش قبل الفعل الفعل بيجي يبدا جمله جديده ملوش دعوه باللي قبله يبقى قرا الفعل وفين الفاعل هو بيقولك عين الفاعل اقول له الفاعل ضمير مستتر تقديره هو, هو. والقصه المفعول به السؤال اللي بعد كده القطعه رقم سبعة بتقول السعاده الحقيقيه جمله اسميه على طول السعاده مبتدا السعاده تو. مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه مالها السعادة؟ بيقول لك السعادة الحقيقية. أيوة مالها السعادة الحقيقية؟ أساسها عمل، يعني الحقيقية معرفة ومعرفة وصفنا السعادة بأنها حقيقية تبقى نعت، الحقيقية تو. طيب فين الخبر؟ أهو أساسها عمل. خبر نوعه إيه؟ خبر جملة اسمية. يعني أساسها نعربها مبتدأ تاني، أساسها مبتدأ تاني مرفوع بالضمة. وعمل دي خبر للمبتدأ التاني مرفوع علامة رفعه الضمة. والجملة الاسمية كلها خبر للمبتدا الاول، خبر جملة اسمية، والخبر هنا نوعه جملة اسمية، إنما كلمة عمل خبر مفرد لكلمة اساسها. عمل جاد، جاد برضو نكرة ونكرة، وصفنا العمل بإنه جاد تبقى نعت مفرد. فلكي تسعد، كي بتنصب أن لن كي حتى لم التعليل. يبقى تسعد فعل مضارع منصوب بالفاتحة، يبقى نعربها فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفاتحة. لكي تسعد ايها الطالب في حياتك في حياتك جر مجرور يجب ان تقوم ان برضو بتنصب يبقى تقوم منصوب ان تقوم بواجبك جر مجرور على اكمل وجه على اكمل جر مجرور على اكمل وجه مضاف اليه فكن الامر بتاعك كان فين اسمها فكن انت ودائما دي حال طيب فين خبر كن كن ايه كن حريصا يبقى حريصا دي خبر كن وخبر كان بيكون منصوب يبقى عاربها خبر كون منصوب وعلامه نصب الفاتحه. حريصا على طلب العلم على طلب جر ومجرور العلم مضاف اليه. وبهذا تشعر بالسعاده بالسعاده الباء اهي الباء حرف جر يبقى السعاده اسم مجرور وعلامه جر الكسره. بالسعاده في حياتك ويسعد بك المجتمع يسعد الفعل فعل مضارع مرفوع بالضمه. مين اللي هيسعد؟ المجتمع تبقى فاعل فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه. المجتمع الذي تعيش فيه وترى ثمرة مجهودك وعملك ترى دي فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقدروه أنت ترى إيه ثمرة مفعول به منصوب مجهودك مضاف إليه مجرور الواو حرف عطف وعملك معطوف إحنا كده خلاص أعربنا نستخرج بقى من الفكرة خبر لمبتدأ وبين نوعه الأول فين المبتدأ هو المبتدأ السعادة فين الخبر السعادة مالها أساسها عمل ونوعه جملة اسمية هتقولي طيب انا ممكن اقول عمل وده خبر مفرد برضو صح اتنين ضمير مستتر وقدره اشوف اي فعل مضارع يكون الفعل محذوف اهو تسعد من اللي هيسعد تسعد انت وفي تقوم الفعل برضو مستتر تقدره انت وتشعر تقدره انت وترى تقديره أنت يبقى أي فعل أقول له مثلا الفعل المضارع ترى والفاعل ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ترى أنت ثمرة مجهودك ثلاثة فعل صحيح وفعل معتل زي ما تعودنا نشوف الأفعال اللي موجودة في القطعة عندي لكي تسعد الماضي المجرد سعد ده صحيح صحيح سالم عندي يجب خلاص حفظناها الماضي وجب معتل مثال عندي تقوم الماضي قام ده معتل معتل اجوف، وعندي تشعر الماضي شعر صحيح صحيح سالم، وعندي يسعد قلناها اللي هي سعد، وعندي تعيش الماضي عاش ده معتل معتل اجوف، ترى الماضي رأى آخره عله معتل ناقص ملناش دعوة بالهمزة، طالما في علة يبقى على طول معتل، يبقى لما نيجي نجاوب ونقول له فعل صحيح هنقول له مثلا تسعد وآخر معتل هقول له مثلا يجب أو تقوم أو تعيش أي واحدة فيهم معتل جيم ليت العرب يستردون كرامتهم الفعل الذي تحته خط صحيح ولا معتل؟ أنا ما بحكمش على الفعل من غير ما أجيب الماضي المجرد استرد رد رد ده نوعه إيه؟ صحيح وصحيح مضعف ومضعف ثلاثي يبقى نوعه مضعف دال بين نوع كل فعل معتل فيما يأتي عدني أن تعيش حرا وترفع رأسك عايز نوع الفعل الإيه؟ المعتل هنا عدني من وعدة بيقول له عدني أوعدني يبقى عدني من وعدة أن تعيش من عاش وترفع من رفع يبقى ده أصلا صحيح هو عايز المعتل بس يبقى عدني الماضي وعدة يبقى أوله علة يبقى معتل مثال وتعيش الماضي عاش وسط علة يبقى معتل أجوف ولو اخر عله اسمه ناقص القطعه اللي بعد كده رقم 8 كثير من الناس لا يقدرون قيمه السعاده يبقى كلمه كثير دي المبتدا وفين الخبر الكثير لا يقدرون خبر جمله فعليه من الناس من حرف جر ومن الناس اسم مجرور يبقى الناس تعرب اسم مجرور وعلامه جر الكسره لا يقدرون يقدر دي فعل مضارع يقدرون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون لانه فعل من الافعال الخمسه والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ماذا يقدرون قيمة السعادة تي؟ يبقى قيمة مفعول به إجابة سؤال ماذا ماذا يقدرون يبقى يقدرون قيمة مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصب الفاتحة السعادة مضاف إليه إنها تجعل إن حرف ناسخ الهاء اسمها وخبر إن جملة فعلية تجعل الإنسان متآلفا مع نفسه تجعل الفعل الفاعل مستتر الإنسان مفعول به متآلفا مفعول به برضه لما ناخد بقى ظنة وأخواتها مع نفسه جر مجرور ومع الآخرين جر مجرور يقضي دي والفاعل مستتر تقديره هو يقضي هو وقته مفعول به منتشيا ويستفيد به ومنتشيا دي إجابة سؤال كيف وفي جملة فعلية ونكرة ومنصوب دي حال حال منصوب وعلامة نصب الفاتحة ويستفيد به فعل مضارع والفاعل برضو ضمير مستتر فالحياة دي جملة جديدة فالحياة نعرب الحياة مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة فالحياة ما هي إلا لحظات يبقى الحياة هي لحظات دي خبر جملة اسمية ما هي إلا لحظات يغتنمها الإنسان يغتنم فعل مضارع والهاء ضمير في محل نصب مفعول به الإنسان دي الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة يغتنمها الإنسان نفسه أو تضيع منه اختر الإجابة احنا خلاص أعربنا الاستخراج استخرج همزة قطع وألف وصل ألف الوصل بجيب أي كلمة فيها ألف ولام وهمزة القطع من شكلها أشوف أي كلمة أولها همزة زي إن أو إنها وزي إلا برضو همزة قطع وأو أي كلمة أولها همزة يبقى في همزة القطع أقول له مثلا كلمة أو والسبب لأنها حرف والوصل اي كلمه فيها الف ولام اقول له مثلا كلمه الناس فعل صحيح ونوعه فعل معتل ونوعه نشوف الافعال اللي موجوده في القطعه عندي يقدرون من قدر يبقى ده فعل صحيح صحيح سالم قيمة تجعل الماضي جا على برضو صحيح سالم عندي برضو يقضي من قضاء لا ده معتل ناقص وعندي يستفيد من فادى يفيد ده معتل أجوف وعندي يغتنم من غنماء لا ده صحيح صحيح سالم عندي تضيع من ضاع ده معتل معتل اجوف يبقى نختار فعل صحيح ونبين نوعه نقول مثلا يقدرون تجعل يغتنم وتجعل هنا نوعه صحيح سالم اللي هو جعل والفعل المعتل ناخذ مثلا يقضي او تضيع نقول له مثلا هنا يقضي الماضي قضى اخره عله يبقى نوعه معتل ناقص اربعه ضمير متصل واخر منفصل ضمير منفصل اللي هو متكلم وخطب غائب، والمتصل يكون متصل بأي كلمة. في المتصل هقول له الهاء في كلمة وقته، أو الهاء في كلمة يغتنمها، أو كلمة نفسه. والمنفصل هي ضمير غائب. جيم النخلة نقط. عايزين نكمل بخبر جملة اسمية. هات أي اسم وفيه ضمير، أي حاجة بتاعت النخلة. أقول النخلة شكلها، ثمارها، فوائدها، أي حاجة. أقول النخلة ثمارها لذيذة. دال الحديقة أزهارها منسقة، خبر جملة أسمية على طول، الحديقة مبتدأ أزهارها منسقة، دي جملة أسمية في محل رفع خبر. الخبر هنا نوعه جملة جملة أسمية، أزهار مبتدأ تاني ومنسقة خبر للمبتدأ التاني والجملة الأسمية كلها في محل رفع خبر لكلمة الحديقة. القطعة اللي بعد كده رقم تسعة الإيمان بالقضاء والقدر واجب، دي جملة أسمية. الايمان مبتدا الايمان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه اوعى الالف والنون يخدعوك وتقول لي مرفوع بالالف دي مفرد مش مثنى يبقى الايمان تعرب مبتدا مرفع وعلامه رفعه الضمه ماله الايمان فين الخبر الايمان بالقضاء والقدر ايوه ماله اهو واجب يبقى الخبر هنا كلمه واجب وخبر نوعه مفرد بالقضاء جر مجرور والقدر دي معطوفه الايمان بالقضاء والقدر واجب يجعل المرء سعيدا يجعل الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو المرء مفعول به وسعيدا برضه مفعول به لان يجعل بتنصب مفعولين زي ما هنعرف بعد كده في الحياه جر ومجرور في حرف جر والحياه اسم مجرور اسم مجرور وعلامه جر الكسره ويحس بفعل مضارع الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ماذا يحس هيحس حلاوه الايمان يبقى حلاوه مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتح والإيمان مضاف إليه مجرور بالكسر في قلبه جر مجرور فيخرج فعل مضارع الفاعل ضمير مستتر تقديره هو من الدنيا جر مجرور وقد فاز فاز فعل ماضي بالآخرة جر مجرور إحنا كده خلاص أعربنا نستخرج يلا خبر مفرد ما إحنا لسه قايلين الإيمان ماله واجب يبقى الخبر المفرد هنا كلمة واجب اتنين فعل معتل أجوف وثلاثة فعل صحيح مضاعف نجيب الأفعال ونبين نوعها أول فعل يجعل من جعل ده صحيح صحيح سالم ويحس من حس ده صحيح صحيح مضاعف ثلاثي وعندي يخرج من خرج برضو صحيح صحيح سالم عندي فاز هي أصلا ماضي ومجرد ده معتل أجوف هو هنا عايز فعل معتل أجوف مفيش غيرها فاز يبقى أقول له الفعل المعتل فاز ثلاثة فعل صحيح مضاعف جعل ده سالم أهو يحس ده صحيح مضاعف يبقى أقول له يحس ضمير متصل واعربه السؤال اللي زي كده هات اي ضمير يتصل باسم لان اعربه ثابت ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه اقول له مثلا قلبه الهاء اهي اتصلت باسم هيبقى الاعراب ثابت وانا متاكد وخط الدرجه هقول له ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه وانا مغمض اي ضمير بيتصل باسم في محل جر مضاف اليه السؤال اللي بعد كده رقم جيم الطالبه قالت الحق اجعل المبتدا اللي هو كلمه الطالبه اجعل المبتدا مثنى مؤنث يعني نقول الطالبتان وغير ما يلزم سهله نقول الطالبتان قالتا الحق قالتا فعل ماضي الحق مفعول به د اختر الصواب استمر العمل في المشروع الفعل استمر مهموز سالم ناقص استمر الماضي مرة ده صحيح وصحيح مضاعف ومضاعف ثلاثي لان الفعل استمر الالف والسين والتاء دول حروف زيادة يبقى الفعل كان اصله مرة ده مضاعف القطعة اللي بعد كده رقم عشرة تشرق شمس الحرية تشرق ده فعل مضارع ايه اللي هتشرق الشمس شمسو تبقى فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة شمس الحرية مضاف اليه في نفس جر مجرور في نفس الانسان مضاف اليه الانسان السعيد معرفة ومعرفة وصفنا الانسان بانه سعيد تبقى نعت والإنسان مضاف إليه مجرور يبقى السعيد نعت مجرور وعلامة جار الكسرة ومن يعش الحياة ده أسلوب شرط ما خدناش لسه أسلوب الشرط مش مشكلة نبدأ من عند الفعل أي فعل بداية جملة جديدة يعش فعل مضارع مالكش دعوة بقى لسه ما خدتش أهو أسلوب الشرط ماليش دعوة هو مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم مين اللي بيعش؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ماذا يعش؟ الحياة تبقى مفعول به يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفاتحة يعيش الحياة بغيرها فهو أسوأ الناس حظا هو مبتدأ وأسوأ خبر خبر مفرط أسوأ الناس حظا فالحرية الحرية تو مبتدأ ما لها الحرية؟ هي الحياة خبر جملة اسمية هي مبتدأ أي ضمير منفصل ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ واللي بعده الخبر يبقى هنا دي جملة اسمية في محل رفع خبر لكلمة الحرية احنا كده اعرابنا نستخرج يلا من العبارة خبر مفرد وخبر جملة اسمية الخبر المفرد اهو هو اسوأ يبقى كلمة اسوأ او هي الحياة برضو الحياة خبر مفرد والخبر الجملة هي الحياة على بعضها خبر جملة اسمية لكلمة الحرية يبقى المفرد نقول له اسوأ والخبر الجملة الاسمية نقول له هي الحياة اثنين ضمير متصل وبين نوعه هلاقي في القطعة الضمير المتصل الهاء متصل بكلمة غير بغيرها والهاء دي عايز نوعها أقول له هاء الغائب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه هو مش عايز الإعراب اقول له ضمير غائب ثلاثة ضميرا مستترا وقدره ضمير مستتر على طول بدور على فعل هو بيكون بعد الفعل بس يكون الفعل مستتر أهو يعش مين اللي بيعش هو يبقى اقول له الضمير المستتر بعد الفعل يعش، يعش ده فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أربعة فعل صحيح وآخر معتل، نجيب الأفعال ونبين نوعها. عندي تشرق من شرق ده صحيح، صيح سالم. وعندي هنا يعيش من عاش ده معتل، معتل أجوف. بس كده فيش أفعال تانية في القطعة، يبقى الفعل الصحيح أقول له تشرق والفعل المعتل أقول له يعش. جيم، الحرية مشرقة في كل نفس. كلمة واحدة واسم الخبر على طول مفرد. بيقول لك حول الخبر المفرد إلى خبر جملة فعلية. اقلبه فعل. أقول له الحرية إيه؟ تشرك، تشرك في كل نفس. طالما فعل بقى جملة فعلية. دال يسعى المؤمنون في فعل الخير. اجعل الفاعل مبتدأ. هو فين الفاعل؟ المؤمنون. خليها مبتدأ. أقول المؤمنون إيه؟ يسعى هحط لها هو الجماعة. يبقى هقول المؤمنون يسعون يسعون في فعل الخير يسعون هيبقى فعل مضارع مرفع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة أي فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة بيبقى اسمه فعل من الأفعال الخمسة إن لم يسبق بناصب ولا جازم بيكون مرفع وعلامة رفع ثبوت النون ويبقى كده حلينا ال10 قطع بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات لايك للفيديو شير الفيديو لكل اصحابك عشان يستفادوا اشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته